وعليكم ورحمة الله متابعينا الأعزاء، أهلا بيكم حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية والاستشارة عن بعد. التطبيق اللي هنشوفه النهاردة هو عبارة عن أونلاين هاب ويب سايت اسمه EO Browser. الويب سايت ده رائع جدا في إن احنا نستعرض ونحصل على المرئيات المختلفة زي مرئيات سنتينل 1 و2 و3 و5 واللانسات والانفيسات والمودس والبروبافي والبيانات الجي اي بي اس. الموقع سهل او استخدامه، بس بتحتاج لتسجيل عشان تاخد كل امكانيات الموقع، والتسجيل في منتهى السهولة باستخدام الايميل وخطوات بسيطة اوي. هنستعرض بس بعض الامكانيات بتاعة الموقع. الموقع زي ما احنا شايفين عندنا قائمة السيرش فيها كل معظم المالتي سبيكترال ساتلايت ايمج والسنتينل 1 رادار وبعض البيانات الاخرى. من خلال قائمة السيرش بنقدر نحدد السيرش بارامترز بتاعتنا اللي احنا هنبحث عليها. عندنا الخريطة او البيز ماب اللي بنقدر من خلالها نروح للمكان اللي احنا عايزينه، او ممكن نروح له عن طريق قائمة سيرش هنا. فبنكتب اللوكيشن اللي احنا هنشتغل عليه وليكن القاهرة، هو اوتوماتيك الموقع هيروح على مدينة القاهرة، ونبتدي نستعرض البيانات او نعمل سيرش على البيانات اللي احنا محتاجينها. ممكن نشوف سنتينل 1. احنا عندنا لو قلنا باي ديفولت سيرش هيجيب لنا السنتينل 1. احنا ممكن كمان نعمل ادفانسد سيرش ونبتدي نختار البيانات اللي احنا محتاجينها، البولاريزيشن اللي احنا محتاجينه، الاورينتيشن او الدايركشن. لو سيبناها باي ديفولت هننزل على، احنا هنختار بس سنتينل 1، سنتينل 2 لا. احنا كمان ممكن نتحكم في التايم رينج لو احنا عايزين ننزل البيانات بتاعتنا من تاريخ معين لتاريخ تاني معين، وبعد كده هنقول له سيرش. بعدين هو اوتوماتيك هيروح على القائمة بتاعت الريزلت، فهنلاقي الشرايح اللي موجودة للمنطقة بتاعتنا. فممكن نستعرض اي شريحة، نشوف شريحة تكون مغطية المنطقة بتاعتنا. هنلاقي بيانات حديثة بدءا من تاريخ 8/2 يعني تاريخ امبارح. ممكن نستعرض الشريحة دي. هنلاقي اوتوماتيك هو في البرنامج او الويب سايت في الديفولت كومبوزيت زي ما احنا شايفين، واحنا ممكن نختار بس الفيجواليزيشن اللي احنا محتاجين نعرضه او طريقة العرض اللي احنا محتاجينها. هو هنا في سنتينل 1 في في اورسو ريكتيفايد، في النون اورسو، وفي كمان كومبوزيت معمولة. هو هنا بيقول لنا اعمل زوم عشان تقدر البيانات تتعرض معانا، فهنعمل زوم. هننتظر هيبتدي الموقع يحمل زي ما احنا شايفين فوق هنا الشريط ده هيبتدي يحمل لنا البيانات. هنلاقي البيانات حملت معانا، ده الجزء اللي مغطية جزء من القاهرة. ونبتدي نستعرض، ممكن نستعرض الكومبوزات ده اللي هو عبارة عن بند البولاريزيشن في 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 الريد و في اتش 2 في اتش في جرين و في في على في اتش على 100 لينير. احنا عندنا هنلاقي في لينير جاما وفي ديسيبل جاما، فممكن نستعرض الكومبوزيت ده. هنلاقي الموقع عرض لنا البيانات زي ما احنا شايفين. لو احنا خلاص عملنا سيرش ومحتاجين نحفظ الكومبوزيت بتاعنا او نحفظ البيانات بتاعتنا، احنا ممكن على طول من داونلود ايمج ونروح نعمل داونلود للايمج بتاعتنا لو احنا عايزين ننزلها بشكل على طول مباشر للعرض. بس هنلاقي الصورة اتحملت معانا، ممكن نستعرضها. كمان احنا لو محتاجين ننزل البيانات بشكل ريستر، فممكن نستخدم قائمة اناليتيكال ونبتدي نختار نوع البيانات سواء تيف او جي بي جي. الجي بي جي بتبقى والبي ان جي بتبقى مش مرجعه جغرافيا، لكن التيف بتبقى مرجعه جغرافيا. ممكن نختار 8 بت او 16 او 32 على حسب ما احنا عايزين. وممكن نستخدم او نعرض البولاريزيشن اللي احنا عايزينه.
او الفيجواليزيشن اللي احنا عايزينه، او ننزل رو داتا زي ما احنا عايزين، وبعد كده نقول له داونلود، هيبتدي ينزل لنا البيانات بشكل جيو ريفرنس. لو رجعنا لقائمة سيرش تاني، احنا شفنا السنتينل 1، نستعرض باقي الايمجر اللي موجوده. سنتينل 2 هنلاقي فيها L1C وL2A المستويات المعالجه. ممكن نتحكم في الكلاود كفر او غطاء السحب بحيث ان احنا نعرض فيها سحب اقل او اعلى. ونفس الكلام، مجرد ان احنا بنختار، وبعد كده بنعمل لو هنختار الديت وبنعمل سيرش، هيبتدي ينزل لنا المرئيات اللي موجودة في المنطقة بتاعتنا من بيانات السنتينل 2. زي ما احنا شايفين، بنبتدي نشوف الشريحة اللي احنا عايزينها، وبنبتدي نعمل لها فيجواليز، بيدينا معلومات عن الشريحة، تاريخها والديت والكلاود كفر والبروجكشن، وبعد كده نقول له فيجواليز، هيبتدي يعرضها لنا زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة. كمان احنا عندنا لو رجعنا للسيرش، هنلاقي في المستوى التاني من المعالجة، في عندنا سنتينل 3، في عندنا سنتينل 5 بي. ممكن نعرض اي حاجة احنا عايزينها، البيانات معمول لها معالجة. ده الفاينل ريزلت. لو احنا عايزين نعرض وليكن السي او، هنختار السي او وبعد كده هنقول له سيرش، هيبتدي يجيب لنا الريزلت للمنطقة. طبعا القمر سنتينل 5 ده ريجونال، فاحنا ممكن نعمل زوم ونبتدي نختار المرئية اللي احنا عايزين نستعرضها. هو هنا عرض لنا الكربون مونوكسيد التوتال كولم، وهنا بنلاقي لو دوسنا على السهم ده هنلاقي الليجند بتاعنا، القراءات موجودة من الألوان من كام لكام زي ما احنا شايفين. لو رجعنا للسيرش تاني، هنلاقي في عندنا اللاندسات 5 و7 و8، وبرضو بنفس الطريقة بنختار اللي احنا عايزينه. عندنا الانفي سات، عندنا المودز، عندنا البروبا في، في اكوزيشن كل يوم، في كل 5 ايام، وفي كل 10 ايام، وفي الجي اي بي اس اللي هي المودز تيرا واكوا والبلو ماربل وغيرها، وفي كمان الاسترجيديم. كمان الموقع بتقدر تعمل من خلاله عمليات كتير قوي، زي ان انت تعمل كومبير بين 2 سلايد للناس اللي محتاجه التشنج ديتكشن. كمان انت ممكن تعمل انيميشن موفي من البرنامج. كمان انت ممكن تحدد اريا او تعمل لها ابلود، ممكن تعمل تايم سلاب انيميشن. كل الحاجات دي ان شاء الله هنوضحها في الفيديوهات القادمة. انتظرونا، واتمنى يكون الموقع عجبكم، ونشوفكم في حلقات تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.